نتابع بيروت اليوم مع المرشح على المقعد الأرثوذكسي في بيروت الأولى ميشيل تويني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أنتوا بليحة مفترض تكون هادية رواق فيها، شوي فجأة ماشي الاتهامات، في حكي عن سرقة، في حكي عن فضايح، في ناس بدها تحبس ناس. شو صاير عندكم بال وين صاير هيك؟ مش بين اللوايح، مش بليحتكم، بين اللوايح. عم تحكي عن بيروت الأولى عامة. نحن اليوم مخصنا بهالديباجه كلها. يعني مبسوطين عم تتفرجوا ولا لا معنيين؟ مش مبسوطين عم نتفرج، ما بنعرف شو بيصير بين بعض، ساعه بيتحالفوا ساعه بيتخانقوا، ما بنعرف شو تحالفوا ما بنعرف شو تخانقوا، بضل في اتهامات بين بعض، وهن اليوم كلهم جزء من السلطه، يعني مش عم نفهم بقى مين مع مين ومين ضد مين صراحه. نعم بس اتهامات بهالمستوى الكبير، عم نحكي مئات ملايين دولارات بالسرقه، اتهامات بالسرقه اكيد ما عم نتبناها، في حكي كمان عن مساهمه بمحاولات اغتيال، هل شيء ما لازم يحرك القضاء؟ اليوم بعتبر انه اكيد لازم يحرك القضاء، بس ليه بس قبل الانتخابات بيتهموا بعض؟ يعني هذا الملف منه ملف جديد، ليه بوقتها ما صار فيها البلبله؟ يعني انا اليوم بعتبر انه ما لازم نستفيد من هالامور بس قبل الانتخابات، يعني وقتها في ملف بهالجديه كان مفروض بوقتها كمان ينطرح، مش نتركه لليوم. اليوم انا بفتخر انه نحن بعاد عن هالسجلات اللي بلكي اذا بدك بيستعملوها قبل الانتخابات، لانه بلكي حتى في ناس كانوا معقول يكونوا مع بعض نفس اللائحه، فجاه بنشوفهم مش مع بعض وبنشوفهم فاتحين نار على بعض يعني. نعم. طيب انتم لائحه بتضم اعضاء بتدوروا كلكم بفلك مكان يسمى 14 اذار. نعم. يعني اليوم انتم انتخابيا عم تاخذوا من درب لائحه يلي كمان بتضم تحديدا يعني القوات اللبنانيه والكتائب اللبنانيه والوزير فرعون، عم تاخذوا من درب اصوات. صح؟ لا ليك احلك شغله بصراحه، انا اليوم بعتبر انه هن ما خصهم ب 14 اذار الحقيقيه اللي هي 14 اذار 2005. اول شيء ب 14 اذار اذا عم نحكي الاحزاب اللي سمت حالها 14 اذار، بعدين يعني القوات اللبنانيه تيار المستقبل، بنشوف حتى انه نازلين ضد بعض. يعني تيار المستقبل اليوم نازل مع التيار الوطني الحر، والقوات نازلين ما بعرف اذا ضد بعض او كلهم متفقين مع بعض بس عاملين ليحتين يعني. بس اليوم انا بعتبر انه 14 اذار هو نحن الشباب، وقت اقول نحن اللي شاركوا ب 14 اذار، وبعتبر انه اليوم صار في سوء اداره يعني بهالملف بطريقه يعني بفتكر انه هيدي فضيحه اليوم لكل الجمهور اللي نزل ب 14 اذار وللشهداء اللي هن شهداء 14 اذار. خلينا احكيك بابسط الامور، ملف الشهداء اليوم شو عملوا فيه؟ اجوا وزراء اليوم من 14 اذار ما فتحوا ملف الشهداء. خلينا احكيك عن ملف جبران تويني، عن ملف سمير قصير، صفحتين اليوم بتطلع بتشوف في صفحتين بلكي بهالملف. فاللي بيعتبروا حالهم 14 اذار وحتى ما دافعوا عن حقوق الشهداء ما عملوا شيء حتى لبناء دوله، شو بدي بس بملف الشهداء؟ خلينا نركز اكثر على الملفات اللي بتهم الناس. عندك اليوم بناء دوله حقيقيه اللي تظهروا ب 14 اذار، لانه كانوا يعتبروا انه الوجود السوري عم بيهجر الشباب، الوجود السوري اليوم ما عم بخلينا نتطور مثل ما لازم، ما عم بخلينا نبني دوله حقيقيه، ما عم بيكون في سياده، ما عم بيكون في حصريه اليوم بالسلاح. حصريه يكون الجيش اللبناني عنده حصريه اليوم انه يدافع عن لبنان. فاليوم بعتبر انه بهالملف يعني فشلوا جدا. ف وقت ما نقول 14 اذار بعتبر هن بعاد كليا عن حلم 14 اذار وعن مشروع 14 اذار. نعم ذكرتي شهيد جبران تويني، لهلا ملفه ورقتين. بس كمان ما في مسؤوليه عليكم انتم كعائله، ما عم تتحركوا؟ نحن ما عم نتحرك، عم نتحرك قد ما فينا، عم نتحرك. اليوم انا من بال 2000 وقتها من سنتين كان ذكرى 10 سنين، عملت وقتها ريبورتاج وتوجهت عن وزراء العدل ووزراء الداخليه وسالتهم شو عملتوا بالملف، وعملنا وقتها وقفه تنسال شو صار بملف جبران تويني، وكتبنا بالنهار ودرنا. طب ليه برايك هيدا الاهمال؟ هن وقتها كلهم كانوا متفقين انه في قرار سياسي بعدم فتح الملف. انا اليوم بعتبر انه بملف جبران تويني وبلكي اول مره بقول على الهواء في معطيات بس ما تم التحقيق فيها صراحه. يعني كيف بتعرفوا انه في معطيات؟ لانه بعرف انه في ما حققوا مع حدا، يعني في اشخاص كان المفروض لهم وقتها في جديه بالتحقيق المفروض يحققوا معها. هيدا اتهام؟ اكيد هيدا اتهام واضح انه اليوم في تواطؤ سياسي بعدم فتح الملفات الملفات مثل ملف جبران تويني وغيرها. اليوم ما بدي ركز بس على ملف جبران تويني، بدي ركز على هموم الناس كمان، شو عملوا للناس؟ بس رح نحكي كثير عن هموم الناس، بس بموضوع شهيد جبران تويني، الكاتبه كلوديا مارشليون بتقول بفيديو نشرتيه على صفحتك انه ميشيل تويني مختلفه عن جبران تويني، مختلفه انه ما بتعرف
شو صار من بعد. مزبوط. هو ما بيعرف شو صار من بعد اغتياله، انت بتعرفي شو صار. انا بعرف شو صار. انا حلك شغله، انا بعرف انه جبران توين اليوم وقتها كان بفرنسا كنا عم نقول له ما ترجع لهم بدهم يقتلوك. نعم. كان يقلنا اذا بدهم يقتلوني دمي رح يساهم بشيء، انا اكيد رح يساهم بتغيير حقيقي دمي. نعم. اليوم شفنا انه ما ساهم بشيء لانه الناس اللي كان متكل عليهم يحملوا قضيته خذلوه وخذلونا، مش بس خذلوا جبران، مش ما خذلوا جبران شخصيا، خذلوا حلم جبران، خذلوا حلم كل شخص آمن ب 14 آذار، خذلونا كلنا، خذلونا كلنا بهالسوء الإدارة بكل الملفات، من الملفات الأمنية للملفات الاقتصادية للملفات الاجتماعية، خذلونا وتواطئوا، في ناس أنا بقول تآمرت، في ناس تواطئت، وفي ناس استسلمت، وإيه بقول استسلموا للأمر الواقع وتحالفوا كرمال يبقوا بالسلطة، وهون أنا بغلطهم، إنه اليوم لو كان بدهم يعملوا تغيير حقيقي وكان بدهم يوقفوا بوجه المؤامرة اللي بعد اليوم وبكل دقيقة فيها تهددنا، كان لازم يكونوا بالمعارضة ويتخلوا عن الكرسي. ما فيك تلون تكون عم تحكي بثورة، تكون عم تحكي بتغيير ويكون بدك الكرسي بنفس الوقت. اليوم اللي عن جد كان بده يعمل تغيير وعن جد كان بده يحقق حلم سمير قصير وجبران تويني وبيير جميل، كان لازم يتخلى عن الكرسي ويقول ما علي إذا أنا ما فت على الحكم، بس خليني ضل على مبادئي. بس اليوم وقت بدك تساوم تيعطوك الكرسي بدك تضطر. عن مين عم تحكي؟ عن الكل، عن كل، عن إن كان اليوم كل اليوم إذا بدك القوات، طيار المستقبل، طيار الوطن الحر، حزب الله، حركة أمل، اشتراكي، كلهم اليوم هن بالسلطة، كلهم بملفات بيتحالفوا مع بعض، بملفات تانية بيختلفوا مع احترامي للجميع. نعم. وبمحل ما أنا ما بعتبر إنه فيك تكون بالحكومة وبدك تعارض، يا بتكون بالحكومة يا بتكون عم بتعارض. واليوم إذا أنت مش قبلين كتير أمور على صعيد السيادة، أمور على صعيد الاستقلال، أمور على صعيد اليوم الدولة كلها بتقول إنه في فساد، طب ما أنت قاعد معهم، يعني أنت شاهد زور. نعم. يا من الأول ما تدخل بالسلطة وعارض من الخارج وضلك عارض، مش مشكل إذا ما قدرت توصل لنقطة، بس ضلك على موقفك. يعني بتقولي دم جبران تويني راح هدر؟ لا، ما بقول دم جبران تويني راح هدر، بقول أنا جبران تويني وكل الشهداء بيبقوا أكبر من هيك، التاريخ بكرة بينصفهم والناس بتنصفهم، وكل إنسان اليوم بيعرف الفرق وبيعرف أنه هول ناس آمنوا بلبنان لآخر نقطة دم، وهول أشخاص اليوم لو ما هن بلكي اليوم نحن ما كنا موجودين كلنا، وإلهم فضل كتير اليوم على لبنان، كل شهداء الحرب اليوم اللي كمان دفعوا ثمن تنبقى بلبنان. وحتى جبران كان يقول انه الصحافه مثل اليوم مثل بلكي العسكري بيعرف باي دقيقه انه في يقدم حياته للوطن وهيدي واجباته، بس اكيد يكون عم بيقدمها لوطن يكون في ناس بعدها عم تسعى لبناء دوله، مش عم تسعى انه نضل مزرعه مثل ما هي الحاله، وما لي هالكلمه بستعملها بس هي الحقيقه، نحن اليوم عايشين بمزرعه. نعم. اسمك ميشيل جبران تويني، انت بنت شهيد، ولكن عم شوف ما عم تستغلي اذا فينا نقول هيدي الشهاده بحملتك الانتخابيه، صح؟ لا ابدا، يعني حتى انا بشوف ايام بيعلقوا صور الشهداء بكونوا عم بيخطبوا خطاب انتخابي او بيكونوا او حتى يعني بيذكروا دائما بهذا الشيء بكل زياره او بكل مناسبه. بالعكس، يعني انا في ناس حتى لموني قالوا لي ليه ما عم تحكي عن جبران؟ نعم. قلت لهم واحد بيحكي عن جبران يعني هلا حتى عم بسالك عنه عم تجربي احلك ليه؟ لانه بعتبر انه ما حلو قبل الانتخابات ينحكى بالموضوع، انا دائما بحكي عن جبران بكل مناسبه وعبر مؤسسه جبران تويني. نعم. بس اليوم نحن بحمله انتخابيه بفضل ركز على البرنامج وافعالي بتحكي عن جبران، وقتها انا اليوم انا بفتخر اليوم بهالطريقه اللي عم بخوض فيها الانتخابات النيابيه، انا اكيد انه كيف ربينا جبران كان بيكون فخور انه بنته عم بتخوض الانتخابات النيابيه خارج هالتركيبه السياسيه الفاسده، وبطريقه بعتبر انه اليوم ما في اي خلل، بالعكس يعني ما في، يعني ملتزمين على الاخر بالقوانين، وبعرف انه هيدي الطريقه اللي كان اليوم يحبها جبران تويني، وبهالطريقه بكون عم ذكر الناس بجبران وقت اكون عم بشتغل بطريقه يعني بطريقه اذا بدنا نقول يعني مثل ما لازم نكون. نعم. عم نشتغل بطريقه دقيقه وبطريقه تمثل الناس مش تمثل مصالحنا، هيك بنكون عم نحيي جبران وعم نتذكر جبران وعم نتذكر كل شخص بيحب لبنان. نعم. انتم لائحه مستقله معظمها من الشباب، عم بتواجهوا لوائح اخرى ولكن في تحديدا لائحتين كبار وفيها اركان السلطه موزعين اذا فينا نقول على اللائحتين، وتحديدا في التيار الوطني الحر وتيار المستقبل اول مره بيتحالفوا بهالدائره مع بعض. نعم. شو رايك بهالتحالف؟ اول شيء انا بتذكر انه بال2005 وبال2009 التيار الوطني الحر كان عم بيخون كل شخص بيتحالف مع تيار المستقبل، وعملوا وقتها حمله وقتها كانت مرتكزه يعني حتى على بالاعلان وبالاعلام على انه كيف بدنا نخلص من تيار المستقبل ومن الفساد
وهيك هن كانوا عم يحكوا هي نقلا عنهم يعني، وكانوا وقتها والابراء المستحيل مظبوط والكتاب ابراء مستحيل ما بعرف سحبوه من السوق يعني. فاليوم بنشوفهم متحالفين مع بعض وعم بيدافعوا عن بعض وما في مشكل، ومتحالفين مع الحزب القومي والتيار الوطني الحر، ومتحالف مع الاخوان المسلم يعني. يعني اليوم ما بقى في منطق سياسي، اوكي في تحالفات انتخابيه بلكي بكل يعني بكل المناطق، بس في منطق سياسي. اليوم انا بعتبر هيدي ما عادت سياسه، صارت تعطيني تقاطيك وقطع لي تقطع لك، هيك صرنا. وانا اليوم ما بلومهم، بلوم الناس اللي عم ترجع تصوت لهم، وبسال الناس ليه عم ترجعوا ما بتحاسبوا. يعني اليوم شخص كان يضل يحكي ضد سلاح حزب الله، تحالف مع حزب الله وشرع سلاح بورقه تفاهم، رجعنا صوتنا له. بيرجع هالطيار بيتحالف، بقي يخون طيار المستقبل ويخون كل شخص بيتحالف معه ويحكي عن صفقات. يعني اذا بنرجع بس بالارشيف، افتحوا ارشيف الام تي في شوفوا شو كانوا يحكوا. حتى كان في اتهام مباشر انه هودي داعش بس لابسين كرافات. مظبوط، داعش مع كرافات وحديثا. اذا بنرجع بنفتح الارشيف، يعني بطلب من الناس تحاسب. هيش بقى نحسس اليوم المرشح والحزب والطيار انه لو شو ما عملت نحن ماشيين وراك ومنزقف لك، وكل مره بيلاقوا لنا شعار ساعه شعار انه بدنا نكافح الفساد، ساعه شعار انه بدنا نعمل دوله، ساعه لا بدنا الرئاسه، اعطونا الرئاسه بلكي اذا جبنا الرئاسه من بتصير لبنان السويد. طيب اخذوا الرئاسه له سنتين الرئيس مشعل عون مع احتراماتي له رئيس جمهوريه، هلا اعطونا بعد نواب اكثر. طيب يعني بيوصل لمحل في منطق اليوم نفهم انه كلهم صاروا متحالفين ضد الشعب اللبناني، انا هيك بسميها. واكثر من هيك بيحكوا بالشعارات، وقت يصيروا بالسلطه بيعملوا مثل اللي كانوا عم ينتقدون. اذا مش اضرب، طيب وين المنطق السياسي؟ اليوم بعتبر انه لازم الناس تحاسب. اليوم في اذا بدك مناسبه وفرصه كثير كبيره بستة ايار انه نقدر نعمل فرق. عم بحكي مع الناس وقول لهم حاسبوا كل شخص ما عم بيحترم اليوم كل كلمة بيقولها وبيقلبوا تحالفاتهم، مهم بس يحافظوا على الكرسي. نعم، طيب في ناس هلا عم تسمعك ورح تقتنع يمكن بكلامك، بس بدها تقول انه ميشيل تويني يلي هي من اصغر المرشحين على الانتخابات النيابية بلبنان قادرة تواجه كل هالاسماء الكبيرة والطيارات واللي في سلطة ومال ونفوذ وراهم؟ انا اول شيء بفتخر انه انا اليوم يعني عمري 30 سنة مرشحة على المقعد الأرثوذكسي، قدرت ألف لائحة مستقلة ببيروت الأولى، بفتخر بهذا الشيء لأنه كان في صعوبة، لأنه ماني بلكي ضمن المحاضر وضمن الأحزاب وما عندي تمويل وما عندي ناس عم تدعمني بملايين الدولارات. أنا بفتخر إنه قدرت ألف لائحة، وهذا الشيء منيح إنه اليوم الشباب يشاركوا بمجلس بالتشريع وبمجلس النواب، لأنه اليوم بعتبر إنه الشباب هن جزء من المجتمع وعم بيصوتوا. يعني اليوم الشباب من 21 لل 30 سنة عم بيصوتوا، وبدعي لهم بالعكس الشباب يوقفوا اليوم حدي ويقول لهم إنه أنا صوتكم بالمجلس، ومش بس صوت الشباب، أنا اليوم صوت كل أهلي بالأشرفية وبالصيفة وبالغمال وبالمدور اللي ما عبالهم يكون ولائهم للزعماء، زعماء الحروب وزعماء الطوايف. نعم، عبالهم يكون بلكي أنا ولائي للناس، وبطلب منهم اليوم يوقفوا حدنا. تنرجع على السؤال كنت عم تقلي انه كيف اليوم اذا كان في صعوبه، اكيد كان في صعوبه، واليوم بعتبر انه تنواجه الصعوبه سلاحنا الوحيد هن الناس، سلاحنا الوحيد هن اهلنا بالاشرفيه بالصيفه بالغمال وبندور وبضل اولى، لانه اليوم عن جد هن سلاحنا، واليوم في جزء واقف حدنا عم بيساعدنا. وبطلب من الاخرين اللي عم بيسمعونا اليوم واللي عم جرب قد ما في اتواصل معهم، قل لهم كونوا حدنا تنضل حدكم، مش كونوا حدنا، كونوا قدامنا تنلحقكم. وقولوا للأحزاب مش أنتوا بتعينوا لنا نوابنا، مش أنتوا بتفرضوا علينا الأمور مثل ما أنتوا بدكم، صار وقت يكون عنا ناس حرة، ناس ولاءة لإلنا مش ولاءة لإلكم. إذا اليوم حدا عم بيسمعك ومقتنع بكلامك وبده ينضم لإلكم ويأيدكم ويكون جزء من حملتكم، شو في يعمل؟ في يتواصل معنا عبر اليوم وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، وحتى عنا رقم حاطينه، وفي كتير أشخاص هم عم بيبعتوا لنا رسائل وعم بيتواصلوا معنا وعم بينضموا لفريقنا، لأنه نحن بيروت رح يكون لقاء عم بيستمر قلتها قبل وبرجع بقولها بعد الانتخابات النيابية، منا بس أبدا حملة انتخابية، بالعكس هو لقاء، لأنه أنا من هالشباب اللي بيأمنوا أنه صار وقت يكون في بلاتفورم جديدة تضم الناس ببيروت، وإن شاء الله تكون أكبر من بيروت كمان، الناس تتواصل مع بعض وتقدر تنتش بكل القطاعات اللي اليوم هن في كتير خبراء عندهم كلمة يقولوها عندهم شيء يعطوه، تا
ما نضل مختصرين بلكي حالنا بالعمل السياسي ضمن مثل ما عم بقول هالاحزاب اللي تمويلها من الخارج ولاقى للخارج. يعني اليوم عم تترشح اكيد لتربحي، بس مش فقط للربح، اكيد لا، هيدا بدايه مشوار أكيد سياسي. اكيد لا، لانه لو هو فقط للربح بعتبر انه كان ترشحت بطريقه مختلفه. لو هو فقط للربح كنت بلكي امنت المقعد النيابي بطريقه انه ما اتكل اليوم على اتكل اليوم على الناس. يعني انا اليوم عم بتكل على الناس، كنت بلكي كنت كثير هين. اليوم عنا علاقات مع كل الاحزاب، مع كل الزعماء، مع كل السياسيه، كان فيه بكل بساطه روح وانا الوحيده اللي ما كنت بلكي رحت حاولت بلكي يكون مع حزب او مع زعيم. انا اليوم بفتخر بهذا الشيء انه من الاول قررت اعمل هيك لي حالا، انه بعتبر انه هيدي فرصه اليوم انه نغير. ووقت انفتح باب الترشيح من سنتين على قانون 60 انا ما قدمت ترشيحي. نعم، يعني اليوم انت في حال لائحة بيروت الاولى ما كان في مرشح ارثوذكسي اللي هو عماد وكيم، يعني كان في ممكن تكوني معهم ولا لا؟ لا، من الاساس أنا خيارك انه بتكوني بمكان اخر. لا، انا اليوم عندي علاقات مع كل الاحزاب بلبنان، ضمن اليوم كمان نحن عندنا جريده النهار. ابدا ما حاولت انه، مع انه عندي علاقات مع حزب القوات وعندي كثير اصدقاء بكل الاحزاب، حتى ما حاولت اتوقف بعدها الصداقات بكل المقابله بتنتقديهم بعدها. لا، انا عم بعطي رايي بكل ديمقراطيه، وانا اكيد هن كمان بهمهم يسمعوا راي الكل، يعني ما يكون بس في اشخاص من رايهم. هيدي الديمقراطيه. بس اليوم انا ما استعملت علاقاتي تجرب كون بليحة. يعني كان في بلكي اطلع وطالع مع غاب كذا مره اقول له للدكتور سمير جعجع حابب اترشح معكم وكون ضمن القوات، يعني ما حاولت اعملها وبعدين رحت مكان اخر، مثل ما في كثير بجربوا يعملوا وقت ما يزبط معهم مقعد نيابي او بيكون مثلا عم بيحاولوا يوزروه وبعدين ما بيطلع وزير، بتشوفه فجاه صار معارضه. لا، انا من الاول هيدا موقفي، وإلى 10 سنين بكتب عنه بجريده النهار. انا اليوم بعتبر انه الوحيد اللي تواصلت معه هو نديم جميل، لانه بعتبر انه هو محله معنا، مش انا محلي معهم. يعني بعتبر انه حزب الكتائب ونديم جميل كان لازم يكون اليوم موقعه معنا، لانه في كثير افكار نتفق عليها. شو اللي ما خليكم تجتمعوا؟ هو بلكي كان عنده ارتباط ببيروت، مع انه بفتكر بمناطق اخرى مثلا مثل بالمتن ما فيها الارتباط مع القوات اللبنانيه. بس انا بلاقي انه افكار نديم بتشبهنا. واليوم مش انه خايف اذا ترشح معكم يسقط راح على لائحه اخرى؟ ليك، بهالايام اللي عم بيترشح بلائحه كمان قويه صارت اخطر، لانه بيصيروا عم بيتسابقوا مع بعض بنفس اللائحه. يعني اليوم ما خص، وبعدين بعتبر انه 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 هو اللي عم بيقوي لائحه القوات مش العكس. يعني حتى المرشحين اللي هن بلائحه القوات هن عم بيقووا، لانه اليوم حزب القوات ما في ياخذ، يعني ما بنعرف بعد الارقام رح تبين بعد الانتخابات، بس انا اكيد ما فيهم ياخذوا حاصلين وحدهم، يعني بلا نديم جميل وبلا الوزير فرعون. فاليوم هو العكس صحيح، انه وجودهم اللي اول قوات مش وجودهم اللي كانوا هن ضعفوا. هيدا رايي اصلا، بكره بنشوف النتائج. بس انا بقول بالموقف السياسي، ما انا بس قصه نعد اصوات ونعد مقاعد. بالموقف السياسي بعتبر انه في كثير قصص يعني بنلتقى فيها، مثل انتخاب اليوم رئيس الجمهوريه. بعتبر انه بهالموقف كان في اتفاق عليه، يعني بلكي ما كان في اتفاق مع حزب القوات يعني على هالنقطة. فبعتبر انه 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 هو ما كانوا معنا مش انا ما كان هونيك. نعم، رح نحكي اكثر عن برنامجك الانتخابي وتطلعاتك لهيدي الدائرة، دائرة بيروت الأولى، وعن منافسينك الأرثوذكس باللوائح الأخرى، ولكن بعد ما نتوقف مع استراحة إعلانية. نتابع بيروت اليوم مع المرشح على المقعد الأرثوذكسي في بيروت الأولى بشل تويني. اليوم في لائحة بتقول نحن المجتمع المدني بدائرة بيروت الأولى، لائحة كلنا وطني. هل ممكن اختصار المجتمع المدني بلائحة ولا لا؟ المجتمع المدني ممثل بكل اللوائح ومنها لائحتكم. أول شيء أنا بعتبر أنه صار في بهاللائحة شوي قصص، يعني بتدل أنه أول شيء مجتمع مدني، يعني هذا مجتمع سياسي. نعم. وقت تبلش اليوم تخوض انتخابات. بس انا اليوم بعتبر انه هلا في نائب رئيس بيروت مدينه طارق عمار، اللي هو كان مرشح على المقعد الارثوذكسي ببيروت الاولى مع علي بلدي، طلع هلا على تويتر تصريح عم بيقول انه هو كان اخذ بالتصويت نقاط اكثر من المرشح الاخر على المقعد الارثوذكسي،
بس قام صار في تهديدات بين حزب سبعه. عم نحكي عن زياد عبس. بين حزب سبعه والمرشح الاخر بانه يكون في لائحه ثانيه، واصلا رشحوا ناس طلبوا منهم يبقوا ستاند باي. يعني اليوم بعتبر ممارساتهم منا هالقد ممارسات بتدل بلكي انه بعاد عن ال يعني عم تقولي هن نسخه يعني ما عم بقول عن نسخه عن بس عم بقول انه في ناس كثير منيحه بهاللائحه مثل كل اللوائح. يعني انا بعتبر بكل لائحه في اشخاص جيده، بعتبر انه في حدا مثل لوريا هاي طيان اليوم شخص عن جد ما فيك الا ما تحترمه وتحييه. بس بالمقابل بجي بتطلع بشوف انه الحظوظ الناس اذا جابوا حاصل انه تخرق هن بلك اشخاص ما بيمثلوا بعض، وهيدا الشيء غلط بكل اللوائح مش بس بلائحه كلونا وطني، حتى بهديك اللائحه. يعني معقول تكون عم بتصوت لشخص ما عنده حظوظ، عم تعطي حظ لشخص اخر ما بيمثل هالشخص. يعني هون في تناقض كبير. وانا اليوم كان عندي نقطه استفهام وعم ضل اقولها، وقلتها للمرشحين قبل وقتها حاولنا نعمل لائحه موحده. وبرجع بقولها دائما، عندي علامات استفهام على تمويل جهه اليوم بهاللائحه. يعني في اليوم شخص كان عنده علاقات مع النظام السوري، عنده علاقات مع الروس، عنده علاقات، يعني في كثير علامات استفهام حتى على التمويل. فاليوم كان عندي علامات استفهام واضحه وطرحتها على المرشحين وما كان في جواب واضح من اي شخص. وهون برجع بقول انه هل هي هيدي صوره المجتمع المدني اليوم؟ انه برايي هي الصوره عم تتشوه للمجتمع المدني؟ بعتبر انه في حزب اليوم او جهه دخلت عليهم ما بتشبههم، ولسوء الحظ شوهت لهم صورتهم، لانه اليوم صار هو هي الجهه اللي عندها حظوظ بلكي تربح، لانه قد ما في تمويل من هالجهه، قد ما عم بيصير في مصاري كماركتينج او بلكي حتى على الارض عم نلمس هيدا الشيء عند الناس. فاليوم لانه صار حتى الشخص اللي بده يصوت لهوديك صار خايف يطلع هالاشخاص اللي ما بيمثلوه. فهون بحس انه ممكن لازم يبقوا بلكي موحدين وبطريقه بلكي يعني كل المرشحين يكونوا بيشبهوا بعض. لو بلكي كان في خوف انه يكون في لائحه ثانيه، بلكي كان في لائحه ثانيه ما بتشبههم، احسن يكون في لائحه ثانيه ما بتشبههم ما يكونوا بقلب اللائحه مع ناس ما بتشبههم. نعم. مستعده تعملي مناظره تلفزيونيه مع المرشحين الارثوذكس الاخرين باللوائح الثانيه؟ اكيد. انا حتى طلبت امبارح كان في مناظره على المقعد الماروني، طلبت من الشخص اللي عم بينظمها يعمل لنا مناظره على المقعد الارثوذكسي حتى. يا ريت، لانه اليوم هذا الشيء مهم، وبكل بلاد العالم المتطوره بيكون كل المرشحين عم يحكوا، كل واحد بيحكي بنفس الوقت بمواضيع مختلفه، وهذا الشيء مهم تيتعلم الناخب اليوم يصوت لاشخاص على اساس برنامج مش بس على اساس. يعني في بعض المرشحين ما سمعناهم لليوم. مين منافسك اليوم؟ يعني في اكثر من مرشح على المقعد الارثوذكسي، عماد وكيم، اولى الشماس، زياد عبس، مين مرشحك؟ مين منافسك بتعتبريه؟ أنا بعتبر أنه اليوم صراحة المرشح أولى الشماس حظوظه ضعيفة لسبب واحد، لو بلكي بالتفضيلة سبق يعني المرشحين الباقية، لأنه اليوم نازل بلايحة قوية، وهي بهمني الناس يفهموا هالقانون. أنه اليوم مثلا تعطي مثل المرشح أولى الشماس تيقدر يربح بالانتخابات بده يسبق حزب التشناك، بده يسبق تيار المستقبل اللي دعم سيبوكا الباكيان، وبده يسبق اليوم كمان تيار الوطن الحر. فاليوم كتير حظوظه ضعيفة. ومن ميلة تانية بعتبر أنه المنافسة هي صراحة على المقعد بيني وبين المرشح عماد وكيم، لانه اليوم كل القوات عم اذا لقيت كلنا وطني قدرت جابت حاصل، ما في حظوظ لزياد عبس برايك؟ يعني الارقامنا عم تعطي حظوظ لشخص اخر، بس بفضل ما احكي لانه هول ستاتيستيكتنا اليوم ما بقدر يعني اقول كل شيء على الهواء، بس عم تعطي لشخص اخر. واحصائياتكم بتقول انه لانه اليوم بعتبر انه يعني مثل ما قلت لك اللي بيخليهم يجيبوا حاصل هن النفس المستقل اللي اليوم هو مستاء بلكي من بعض المرشحين اللي عم بيتصرفوا يعني باداء بلكي مثل يعني اداء المرشحين بالسلطه. يعني هيدا النفس المستقل اليوم برايك رايح على لائحه نحن بيروت؟ لا، بعتبر انه رايح على اشخاص بيعرفوا تاريخهم وبيعرفوا حضرهم وبيعرفوا اليوم كيف يعني كيف اذا بدك خاضوا المعركه الانتخابيه. هيدا مهم الناس عم تحاسب حتى على هيدا الشيء. يعني في بعض المرشحين خاضوا المعركه الانتخابيه استعملوا المال، وهذا الشيء واضح عند الجميع وحيتحاسبوا كمان، لانه الناس خاصه المستقله بتحاسب اكثر من الحاسبين، لانه الانسان اليوم المحزب اللي عنده بطاقه شو ما قال له حزبه بيعمل بلا ما يفكر، مع انه لسوء الحظ. بس اليوم الشخص المستقل
والما عنده اذا بدك ارتباط حزبي كثير بحاسب، وبعتبر عم بيشوف الفرق بالاداء يعني بين المرشحين، وعلى هالاساس رح يختار. نعم كان في تجربه. فاليوم انا بيهمني اقول لكل الناس اللي عم بتصوت ببيروت الاولى انه لانه المنافسه بعتبرها يعني الاساسيه بيني وبين المرشح عماد وكيم، بطلب من كل الناس اليوم اللي بلكي عبالة يكون المقعد الارثوذكسي ببيروت الاولى اللي يعني اذا بدك يعني يكون ولائه للناس يعني بلكي انه يروح اتجاه دعمه لنحن بيروت، لانه نحن هالليحه نابعه من الناس، وبعتبر انه كل الناس بلكي المنتسبين وعندهم بطاقه قوات اكيد رح يعطوا صوتهم للمرشح عماد وكيم. نعم كان في تجربه هي بيروت مدينتي، بتعتبروا انتم كلايحه انتم الاستمراريه لهالتجربه؟ لا بعتبر انه نحن انا مثلا كل واحد استمراريه على شغله يعني. نعم. اليوم المرشح سيرش تغسر كيسيون كثير حكى عن الزواج المدني، عن المباني الخضراء، عن رفع الرقابه بالمجلس النيابي، وما قدر بلكي كثير ينفذ لانه صار في تعطيل من قبل التيارات السياسيه. نعم. فاليوم عم بيكمل مسيرته خارج هالتركيبه تيقدر اليوم يعمل فرق. ميشيل تويني لها 10 سنين بتكتب بجريده النهار وبتشتغل بالمدارس الرسميه وعلى صعيد التربيه والثقافه والرياضه والشباب، عبالها اليوم خارج هالتركيبه السياسيه تكمل مسيرتها، وباقي المرشحين ان كان رفيق بازرجي، سيبومي، خديجان، جورج صفير، كلنا ضمن نحن بيروت اللائحه الوحيده اللي كلنا فريق واحد، ما في فريق واثنين وثلاثه. ليه ما معكم مرشح كاثوليكي؟ كان معكم وبطل؟ كان عندنا مرشح هلا قيل انه يعني هيك وقتها كان عم بيقلنا انه صار في بلكي ضغوطات عليه لانه عنده ملفات، هو محامي مع حزب معين، ما بعرف دقه هالموضوع يعني صراحه. انه يعني طيب دائما خصومك بيركزوا على موضوع انه انت اخت النائب نيلة تويني يلي ما شفناها كثير مارست عملها نيابي، تنتقدي دائما بهالموضوع. انا كثير جاوبت على هالنقطه. نعم. واحضل جاوب على هالنقطه. انا ميشيل تويني، انا مني نيلة تويني، يعني اليوم اللي عم بحاسب نيلة فيه يحكي مع نيلة، لانه انا اليوم حتى مني لو هي اختي مني مخوله جاوب عنها. نعم. وانا اليوم قلتها كمان انه ليه بده يصير في مقارنه مع نيلة ومش مع جبران. نعم. ومع هذا وكله برجع بقول ما بدي يصير في مقارنه، بدي الناس اليوم تسمع شو عم بحكي وتقتنع ببرنامج نحن بيروت. نحن الوحيدين صرنا موزعين ببيروت الاولى 20,000 نسخه لبرنامجنا، عم نوزعها على الطريق، عم نفوت على المحلات. نعم. عم نروح خلينا نختصر هيدا يعني بدقائق قليله كثير، نختصر هيدا البرنامج. اوكي انا اليوم خطوطه العريضه. اوكي بعتبر انه في نقاط كثيره ببيروت بتهم الناس. اول شيء الاقتصاد، يعني اليوم بنشوف قد ايه في شباب ما عم بتلاقي فرص عمل. يعني ما بتتخيل، كنت امبارح عم شوف شباب، واحد مخرج من الايوبي، الثاني من القلبة، لهم 3 سنين بلا شغل. يعني هول الناس اهلهم عم بيتعبوا تيربون، عم بيتعبوا تيعلمون، وما عم بيقدروا يلاقوا الشغل. ليه؟ بنطلع اليوم السياسيه عم بيختنوا والناس عم بيفقروا، وبيرجع بيجوا قبل كل استحقاق نيابي بيربحون جميله بوظيفه وبعلبه دواء وبفوتون على مستشفى، او بيعطوا بلكي اليوم. نعم. المال يعني رشوه انتخابيه تيرجع يصوتوا لهم. انا اليوم عم بحكي مع هالناس كمان اقول لهم فكروا ليه وصلنا لهون. حتى امبارح اطلقت رساله للمغتربين اللي عم بيصوتوا بكره، قلت لهم فكروا ليه انتم قاعدين برا، بس فكروا. نعم. ليه انتم اليوم منكم بلبنان ما عندكم فرص عمل، وحاسبوا على هالاساس. برجع بقول بالملف الاقتصادي في كثير حلول. نحن مثلا عرضنا حل اذا بدك فيهم كمان الناس يشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي بملف الكهرباء للخصخصه. هذا اذا بدك ما بقعد في هدر بهالملف، ولانه الهدر من وراء اذا بدك المحسوبيات السياسيه ومن وراء كل هالمشاكل اللي عم بتصير بقطاع الكهرباء. طيب ليه ما بيعملوا خصخصه بهالملف؟ لانه بنرجع على قصه الفساد والتركيبه السياسيه اللي حكمتنا. اعطينا كثير حلول اقتصاديه هلا بلكي الوقت ما بيسمح لنا ندخل فيهم. انا رح كون بمسرح الجميزه ب 2 ايار الساعه 7 وبدعي كل اهالي بيروت الاولى يجوا تناقش البرنامج مع بعض. اليوم في مشكل اللي هو المباني الاثريه ببيروت الاولى. كمان مثل العاده ما بتحس انه في جديه بالملف. اجت وزاره الثقافه، طرحت وزير الثقافه طرح اذا بدك مشروع قانون قدمه لمجلس النواب بس هلا وقف. بتحس انه ما في اذا بدك جديه كيف بيتعاطوا بالملفات، لانه ما تم اليوم اخذ بعين الاعتبار مشاكل الناس اللي بتملك هالمباني. يعني اكيد نحن بيهمنا كثير انه نحافظ على التراث وعلى المباني، لانه هي كمان هيدا الشيء كثير حلو لبيروت ولواجهه بيروت، بس كمان بيهمنا انه نحافظ كمان على مصالح الناس، لانه الناس كمان منا مضطره اليوم انه ما يتم معالجه هالملف بطريقه تحافظ لها حقوقها كمان. بنشوف نرجع كمان على موضوع الاجارات، بنشوف انه حطوا الناس بوجه بعض، يعني حطوا المالك بوجه المستاجر.
وابدا ما دعموا الصندوق وما قدروا يعطوا اليوم حل يريح الناس. يعني مثل قصه المدارس، دائما عندهم سوء اداره بكل الملفات، كيف ملف النفايات، يعني وصل مطر وزباله تصير على الطريق وطلع الصوت. طب من الاول عارفين انه رح توصلوا لمحل بدكم تسكروا مطمر النعمه، ليه وصلتونا نعيش بزباله؟ يعني هالسوء الاداره، واحد اذا عنده شركه وعم بديرها هيك وعم بتفلس هالشركه، بيوصلوا اليوم اعضاء مجلس الاداره بيقولوا لهم يعطيكم العافيه ومنجيب رئيس مجلس اداره ثاني، ونحن بنرجع بدنا نصوت لهم لهالناس اللي مش عم بيقدروا يحلوا اي نقطه. واكثر من هيك، نحن ببيروت المشكل، مع انه النايب منه بس لبيروت، هي دائما بحب اقولها، النايب هو شغلته يشرع ويراقب الحكومه، بس اليوم نحن مرشحين عن بيروت الاولى، وبيهمنا كمان نوصل انه عندنا مشكله كثير كبيره اللي هي البلديه اللي اليوم كلهم بقلبها، القوات اللبنانيه، تيار الوطن الحر، تيار المستقبل، حزب الله، حزب التشناك. شو رايك باداء البلديه وحده؟ شو رايك باداء البلديه؟ انا بلاقي انه اليوم في ابدا ما في انماء متوازن، واليوم بيروت الاولى ما عندها حقها مثل ما لازم، من اقل القصص تمشي على الطريق بتشوف انه ما بقى فيك تمشي على الرصيف مثل ما لازم، في سوء تمثيل حتى، لانه بيروت الاولى عطت صوتها لبيروت مدينتي. فبعتبر انه صار وقت اليوم بلديه بيروت تسمعنا، واللي اليوم الاحزاب اللي مسيطره على بلديه بيروت تسمع انه لا، في صوت عم بيقول لهم نحن بدنا نرجع يكون في بلديه لبيروت الاولى، وما حدا يقول انه نحن عم نقسم، بالعكس هذا تقسيم اداري، مثل ما في بباريس عندك 20 اروندسمون بباريس، مثل ما في بمدريد، مثل ما في بروم، بكل عواصم العالم، بروما، بمدريد، بباريس، بكل العواصم بيكون اليوم عندك لا مركزيه، وبيكون عندك اليوم اذا بدك يعني الانماء بيكون احسن، لانه بيكون أكتر. بيكون في تركيز اكثر من قلب يعني حضرتك مع خيار التقسيم البلدي. هذا اول مش تقسيم، اول نقطه يكون في بلديه خاصه ببيروت الاولى ويكونوا كلهم ضمن اتحاد، وما حدا عم بيدق بالطوائف، لانه قوام بيستعملوا لك الطوائف تيخوفوك، وتكون عم تعطي حل اداري، وتكون عم تعطي حل اليوم لهموم الناس اليوميه، لانه اليوم السني او الارثوذكس او الماروني او الكاثوليكي هو ذاته بده يمشي على الرصيف ببيروت الاولى. وبيروت الاولى فيها سنه مثل ما بيروت الثانيه فيها مسيحيه. اليوم ما حدا عم بيدعي لتقسيم، بالعكس عم نحكي بتقسيم اداري تنعزز اليوم حقوق المواطن بقلب البلديه، بقلب بلده، يعني هو ماشي يحس انه اليوم قادر يعيش مثل ما لازم، وقادر اليوم لانه حتى المرشح على الانتخابات النيابيه بحس انه مطالب الناس انمائيه، لانه ببيروت ما عندنا بلديه، ما بتشوف هالمشاكل بلكي بمناطق ثانيه من لبنان، وبيروت العاصمه، فاكثر لازم يكون في اليوم لمركزيه. فهذا اللي نحن عم نطلبه تنقدر نحل كثير مشاكل وتنقدر يرجع الانماء يصير متوازن. نعم. اليوم ببيروت الاولى وخصوصا على الصعيد الارثوذكسي في تاثير معروف للمطران عودي عن الناخبين. اليوم عندك بركه المطران عودي بايدك المطران عودي او بهالنقطه؟ نعم. لانه في مرشح عم بيستعمل المطرانيه بطريقه يعني عم بيفوت عند الناس ويقول لهم المطران دعمنا. مين هذا المرشح؟ يعني معروف صار ببيروت الاولى بلا ما نسمع على الهواء، بس بدي اقول انه المطران ما بحياته بيدعم حدا، واللي بيقول هيك انا اليوم بتحدى يقول كيف دعموا المطران، لانه المطران عودي ما بحياته بيسمح انه حدا يقول على لسانه انه دعمه، ولا بيجي هو بيدعم شخص ببارك اي مرشح اليوم المطران عودي. وحتى بالوعظة اللي قالها اليوم اللي سمعناها بالعيد الكبير قال انتخبوا نساء، وفي كثير اشخاص اليوم اتصلوا فيها قالوا لي انت المره الوحيده على المقعد الارثوذكسي، هو اليوم مطران بيروت عن الروم الارثوذكس، اعتبروا انه هاي الرساله موجهه لإلي. قلت لهم انا وعدت لهم اياها وبرجع بعيدها، قلت لهم قالوا لي يعني اكيد دعمك المطران عودي عم بيقول انتخبوا نساء، قلت لهم لا، المطران عودي اليوم عم بيقول انتخبوا نساء، في 88 مرشحه على الانتخابات النيابيه، واليوم اكثر من هيك المطران عودي كان عنده وعظه فينا نستعملها برنامج انتخابي للمستقلين وللمعارضه، لانه كان عم بينتقد كل هالممارسات، يعني ذات الخطاب اللي عم نحكيه. قلت لهم يعني بمثابه برنامج للمعارضه. فاليوم ما بعتبر انه اي شخص له حق يجي يقول انه المطران عودي دعمنا ويستعملها تيشد اليوم عصب ارثوذكسي، اللي وفي حتى بعض المرشحين عم بسمعهم عم بيطلعوا يحكوا بالعصب الارثوذكسي، يعني بعتبر هذا الحديث متخلف. العصب الارثوذكسي بيكون مشدود وقت يكون المرشح عن مقعد الارثوذكسي او عن اي مقعد مش بس الارثوذكسي مستقل، وولائه للناس مش ولائه لرئيس حزبه او لزعيم اصلا كان بلكي من شهر ضده او معه، ما بقى نعرف مين مع مين ومين ضد مين، هيك بيكون مشدود العصب الارثوذكسي والعصب اللبناني، وقت نكون نحن عم نشتغل للبنان وللبنانيه مش عم نشتغل لمصالحنا تنوصل على كرسي نيابه، هيك بيشدوا عصب. شو النتيجه اللي بتتوقعيها ب 6 ايار؟
انا بعتبر انه اليوم اللي عم شوفه التجاوب انه عندنا حظوظ كثير كبيره لانه نفس بيروت الاولى مستقل. بطلب من الناس يصوتوا، انا اليوم عندي رساله للمغتربين بكره واحد الجاي لكل اهلي ببيروت الاولى، لاهلي بالصيفه بالغمال بالمدور وبالاشرفيه، بدي لهم نزلوا صوتوا لانه اليوم انتم عم بتقاطعوا، اذا عم بتقاطعوا ما عم بتفيدوا الا الناس اللي خلتكم تقاطعوا، نزلوا صوتوا لنحن بيروت واعطونا فرصه للتغيير الحقيقي لانه نحن اليوم شبعنا من هالممارسات وتجرأنا. وانا اليوم بعتبر انه انا ميشيل تويني انه تجرأت اعمل لائحه من هالنوع، هيدا تحدي كبير بطلب من الناس يدعموني ويكونوا قدامي تضل قادره اكون معهم وتضل صوتهم وبس صوتهم، لانه احكون بس صوتهم وما عندي ولاء لاحد. واكثر من هيك بدي اقول انه اليوم معاش مجلس النواب اذا وصلت على البرلمان رح يكون للمدارس الرسميه ببيروت الاولى، من اليوم عم بقولها على الهواء، حيكون للمدارس. انا اشتغلت بثلاث مدارس رسميه لتطويرها وحاشتغل اكثر ان كان عبر مجلس النواب او عبر مؤسسه جبران تويني، رح ضل اشتغل على المدارس الرسميه، واليوم المعاش رح اقدمه للمدارس الرسميه انه بعتبر كثير بدهم تطوير وهذا قطاع كثير مهم لازم نشتغل عليه بلبنان. نعم، كلمه اخيره، كنت عم تفرجيني على البريك صوره ابنك الوحيد عمره 7 أشهر. صوره ابني الانتخابات بعدتك عنه يمكن اكيد لانه اليوم انا ام ولو ماني مقتنعه باللي عم بعمله ولو ما عندي شغف باللي عم بعمله ما بفتكر شيء ام اليوم اذا ما عندها قناعه فيها اليوم تعمل اللي عم بعمله. هيدا صوره ابني كان عم يحضر المقابله وبدي اقول له انه انا اليوم عم بترشح لك عم بترشح تيكون عندك مستقبل بلبنان تما تطلع بعدين وتكون فخور بامك مثل ما انا كنت فخوره ببيي وتقول انه امي جربت تعمل شيء تتغير اليوم هالواقع اللي اليوم كل الناس عم تشتكي منه ولكل ولد اليوم بلبنان عم بترشح تقول حان وقت انه نقول لهم كفى. نعم، مرشحة عن موقع الأرثوذكسي في بيروت الأولى ميشيل تويني، بشكرك. نحن رح ننتقل إلى دبي إلى احتفال افتتاح بيت الطالب مع القوات اللبنانية.